Oh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا مشاهدينا الكرام نحييكم بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وقفتنا في هذا اليوم مع من ادخل السرور على قلب مسلم اقرب الناس لرحمه الله سبحانه وتعالى هم ارحم الناس بعباد الله الراحمون يرحمهم الرحمن ومن اثقل العبادات في الميزان ما يتعلق بالشفقه والرحمه بخلق الله سبحانه وتعالى لان الخلق هم عبيده وهو يحب من يرأف بعبيده هذه العبادات ايها الاحبه قد تهون في عين العبد مقارنه بالصلاه والصيام والحج ولكنها عند الله سبحانه وتعالى ليست بهينه بل هي ثقيله في الميزان حسن الخلق البر إغاثة الملهوف إطعام الجائع كسوة العاري التخفيف عن المصاب هذه العبادات والطاعات أيها الأحبة هي التي تتسبب في إدخال السرور على قلب المسلم روى الطبراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستمع معي أيها الحبيب أيها الأخت المباركة إلى, هذه إلى هذا الحديث وإلى هذه المعاني الراقية يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ثم قال ولئن امشي مع اخي في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد يعني في مسجد المدينه شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملا الله قلبه رجاء يوم القيامه، ومن مشى مع اخيه في حاجه حتى تتهيا له اثبت الله قدمه يوم تزول الاقدام. يا لها من معاني ومن كلمات حبب النبي صلى الله عليه وسلم فيها ورغب الناس فيها لانها هي التي تتسبب بدخول السرور الى قلب المسلم ايها المشاهدون الكرام ديننا رحمه وشريعتنا رحمه ونبينا صلى الله عليه وسلم هو رحمه الله للعالمين الصله شعار هذا الدين من اول يوم للهجره تجلى هذا في موقف يحكيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه في حديث رواه الترمذي والحاكم وصححه عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انجفل الناس اليه يقول فجئته لانظر في وجهه فلما رايت وجهه عرفت انه او ان وجهه ليس بوجه كذاب فكان اول شيء سمعت منه ان قال يا ايها الناس اطعموا الطعام وهذا من اسباب السرور الذي تدخل على الانسان قال وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام اذا كان هذا ايها الحبيب هو اول كلام قيل عند الوصول الى المدينه المنوره كله ينبني على صفه هذا الدين الذي ارتضاه رب العالمين لعباده الموحدين واتم الله به النعمه عليهم بشرى اليوم لهذا المسلم الطيب الكريم البشوش الذي يمسح جراح من حوله ويدخل السرور والامل في قلوب يائسه في قلوب بائسه محبطه الى ذلك المسلم الذي يشعل الامل في نفوس اطفا الخوف والقلق نورها وكدر عليها حياتها يقول ابن عمر الكرم شيء هين فما هو الكرم قال: بشاشة الوجه وقول لين. نبشر من يدخل السرور على قلوب المسلمين، نبشره بعون الله عز وجل، وبسرعة قضاء حاجته، وشرف وشرف معية الله سبحانه وتعالى للعبد تكون في قضاء الحوائج، هذا شرف لا يعده شرف ولا يعدوه شرف، بل العقلاء ذوي البصيره من عباد الله اذا تعسرت عليهم قضاء بعض حوائجهم ومطالبهم كانوا يسارعون في قضاء حوائج غيرهم من عباد الله ليقينهم ان الله سبحانه وتعالى يسارع في قضاء حوائجهم مع راحه قلوبهم وابدانهم فقد روى مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ايضا من البشريات ادخال البشر والسرور هو من افضل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى روى الطبراني ايضا عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال ادخال السرور على المؤمن كسوت عورته واشبعت جوعته او قضيت له حاجته ايضا من البشريات عند الحساب يتجاوز الله عمن تجاوز عن المعسرين من عباد الله ولا سيما ايها الاحبه عند قضاء الديون وحلول الاجل وليس عنده ما يقضي به الدين كم يكون سروره اذا قلت له او قال صاحب الدين قد اجلت قضاء الدين عنك شهرا او شهرين وافضل منه من يقول لحين ميسره واعلى درجه من ذلك من وضع جزءا من الدين وفي القمه من تجاوز عن الدين كله صدقه لله ورحمه بهذا المفلس الضائع. ايها الاحبه كم من عزيز قوم ذل وكان في السابق من الاغنياء لكن دارت عليه الدوائر فافتقر فاين من يقيلون عثرات الناس ولا سيما الكرام. والله لا يعرف الفضل الا لاهل الفضل. لا يعرف الفضل الا لمن كان للفضل اهلا اخرج البخاري ومسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان رجلا لم يعمل خيرا قط كان يداين الناس وكان يقول لغلامه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه. واخرج مسلم والترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان يخالط الناس وكان موسرا اي صاحب غناء وكان يامر غلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر قال الله نحن احق بذلك منك ان نتجاوز عنك روى البخاري ومسلم عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اتي به الى الله عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذره من خير فاعاد الله عليه ثلاثا فقال الرجل في الثالثه: يا رب انك اعطيتني فضلا من المال في الدنيا فكنت ابايع الناس فكنت اُيسر على المحسرين وانذر المعسر الى حين فقال تبارك وتعالى انا اولى بذلك منك تجاوزا عن عبدي فقد او تجاوز عن عبدي فقد غفرت له واخرج الترمذي والبيهقي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع له اظله الله يوم القيامه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله فإذا حل دينه فأنظره فله فكم يكون هذا التفضل عليه كم يكون له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى روى أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول ومن انظر معسرا كان له بكل يوم مثليه صدقه فقلت يا رسول الله اني سمعتك تقول فله بكل يوم مثله صدقه وقلت الان فله بكل يوم مثليه صدقه فقال انه ما لم يحل الدين فله بكل يوم مثله صدقه فاذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثليه صدقه انظر الى اخلاق الاصهار وكيف بورك في الزواج بسبب التيسير وادخال السرور على القلوب فتسعد المراه والرجل والاهل والامه اذا ادخلوا السرور على بعض لعلي انا هنا ذكرت الدين وسلطت الضوء على الدين وانظار المعسرين هو وسيله او نوع او مثال من الاسباب التي تكثر بادخال السرور على قلوب المسلمين وان كانت كثيره كقضاء الحوائج وكاقاله العثرات وكالتصدق وكالتشفع اذا كان في حاجه شفاعه او نحوها وهذه الامور ايها الاحبه لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يدخلون السرور على قلوب الناس وان يسعدنا في الدنيا والاخره وان يجمعنا ووالدينا واحبتنا واهلينا في جنات النعيم انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين